انا مريت بتجارب كثيره في حياتي. خلينا نصور الكاميرا بس. تجارب اللي لساتها تولع ذاكرتي. الم ولذه، مخاوف وامل، كله مخلوط في بعضه. انا تايه، الجروح القديمة ما عندهاش وقت الطيب، الجروح الشديدة راح تغطي عليها. فقررت أصور عشان أرجع ذكرتي. هذول هم الخمس كاميرات تاعاتي، كل كاميرا مرحلة في الحياة. أنا انولدت وعشت كل حياتي في بلعين، قرية اللي واقعة بين التلال. القرية واقعة داخل الأراضي المحتلة من الضفة الغربية. أنا فلاح مزارع مثل كل عيلتي. الأرض بترجعنا لذاتنا. لما كنت صغير كنت أروح أشتغل في الأرض مع أبوي من لقط زيتون. بذكر مرة ما كنت بدي ألقط، قام أبوي ضربني بالعصا على راسي، قمت شردت. كنت أحب أطلع مع أصحابي على الواد نسرح في الطبيعة. في مرة اجى مهندس اسرائيلي يعمل كيسات عشان يبنوا جدار فاصل وسط ارضنا. اول ايام اجت فيها الجرافات كانت ايام صعبة كثير، لكن هذه الأيام كانت بالنسبة إلي كمان أيام جميلة كثير. جبريل ابن الرابع ولد. حصلت على أول كاميرا وهيك كنت أقدر أصور جبريل. حديتك يا سيد كمان معقص ده بس كنت ما هي كمان عطيت انا متخبطش عاو يلا العب يلا يا بابا كيف شويه جبريل هذه عطنا الصوره عطنا الصوره يا بابا انا وزوجتي سريع عندنا اربع اولاد كل ولد من أولادنا أجا في مرحلة من مراحل حياتنا وكل ولد عاش طفولة مختلفة عن الثاني محمد الكبير ولد سنة 1995 أيام الأمل اللي صاحب اتفاقية أوسلو الأولى في بداية ولادته كان كل شيء مفتوح كنا نروح على البحر كل صيف ياسين انولد بعد فترة انتظار 3 سنين سنة 2000 مع بداية الانتفاضة ولد تقي الدين نفس اليوم كان المستشفى مليان شهداء ومصابين عاش طفولته في الحصار الطويل اللي كان مفروض على الضفة الغربية في هذيك الأيام في 2005 ولد ابن الرابع جبريل من أيام ما كنت صغير لحد يوم ولادة جبريل المستوطنات كانت تنبني أقرب وأقرب
وأراضي زراعية أكثر وأكثر بتتصادم عشان يسكنوا المستوطنين فيها. استوطنت مدعين عليت الشديدة وضاعف عدد سكانها في 5 سنين. الجدار معمول على أساس يحمي المستوطنين ويفصلهم عنها، لكن مبني بعيد من المستوطنة وقريب جدا من بلعين. قاموا بمصادرة أراضي أكثر من الكرة المحيطة. ليش الأولاد يطلع اليوم عماد؟ ما لان جيش في البلد. ما بصير إشي في القرية، على طول بحس إني لازم أصور. ولا مرة كنت أحلم إني أعمل أفلام. بس هلا بما إن عندي كاميرا، الناس صارت تطلب مني أصور لهم المناسبات والأحداث المميزة اللي بتصير في القرية، وبالتالي صرت مصور بالعين. بس كاميرتي ما بتشتغلش منيح. الأشياء اللي بصورها بلزمها كاميرا قوية مش كاميرا ضعيفة. هذا اللي على الأرض صاحب الفيل. الأولاد بسموه الفيل، هذا اسم دلع يعني إليفان. دائما بشوف الفيل بلف البلد والأولاد حواليه. أنا بعتقد إنه الأولاد بحبوه كثير لأنهم بشوفوا فيه أمل وسعادة كبيرة اللي من الصعب نلاقيهم عند الإفضاح. العصير وهي هاي العصير ذهب بس مش اكل. عندنا لبناني احلى الاغنيات. لما بيجي الخريف بنروح نلقط زيتون في ارض ماء اللي واقع ورا مسار السياج الفاصل. أنا مرتبك
شايف اخوي رياض بنضرب من هاي الناس، عم بخدني وقت لحين ما انتبه انه هاي وحدات خاصة من الجيش الاسرائيلي متنكرين بزي الفلسطينيين وحاشرين حالهم بيننا عشان يعملوا فوضى. بنبلش ننظم مظاهرات مع الناشطين الإسرائيليين اللي بنضموا إليهم. سلام ما شهم سوديين شهم لا يخوهم لتت لخم كي زي دברים שחשובים לנו בשביל לתת בתוך דרישות. המבא הזאת זה... זה בלעין, נכון? חלק ממתתיהו זה היה על אדמות בלעין. כן. והחלק הזה מקריית ספר הוא על אדמות בלעין. ועכשיו התוכנית החדשה היא בו. عاد مجيت عاد بو ترى ايه زي نحن رصيم للدرع ايه عفروا هادموت شي يمسموا يد بشيم ها من هالازرخي على كركعوت الزود ايه يقيعوا لتنخلوت نحن رصيم للدرع ايه زي يقيع وبعدين بنقرر انه كل اسبوع بعد صلاة الجمعة نحاول نصل اراضينا ونعمل احتجاج. اهلا الصامدين في قرية بلعين، لا يصيبكم إلا ما كتبه الله لكم، ندعوكم نساء ورجالا وشيوخا وأطفالا من قرية بلعين. غير ابن البارود والغز والمدفع والغز والمدفع ما تخشوين الا خيم لب الا خيم مشبخه كل احد من خيم يودي زياده ماشي البلعين انتم كنبتم هذا ماشلو شلانو لا يعسي كخه انا اكيد لكل احد كل خيم انا اكيد لخيم هذا اديب تعمدوا بشكل اديب هذا دائما بتحين الفرص عشان يعمل مشهد. يعني هذه الأرض ولدنا فيها وبنعيش وبنموت وسنظل مرابطين فيها من هلا مدى الحياة. الشغل على السياج الفاصل مستمر بدون تأخير، لازم نظل متماسكين. الناس بتيجي تنضم إلنا من جميع أنحاء العالم، بيجوا مع أفكار مبدعة وأشكال جديدة للاحتجاج، بيقفوا معنا في كل شيء بصير. في هذا اليوم انكسرت كاميرتي الأولى بقنبلة غاز. فيش عندي دخل أو عمل دايم، مثل ناس كثير في البلد رزق من الأرض.
عشان استمر في التصوير. صديق إسرائيل اللي بيعطيني كاميرته. بيت لك حتى مصلمه زين ما لسوت زي يפול لك اما تتلخ ام ده تروص ام ده بצילום تلخ ام ده زي يפול لك ده لو مخزيك وكכה مصلمه בסדר انا يودع. بعد شهر اخويا بيخرج من السجن وأول واحد من تم اعتقالهم من وقت ما بلشنا بالتظاهر. السنة الأولى من عمر جبريل مرت بسرعة. أنا براكب كيف كل لحظة من عمره عم بكبر. أنا بنظر لجبريل من خلال الكاميرا الشديدة، بحاول من خلال عينيه أكتشف العالم. بفضل ضغوطاتنا إن سمح لنا بشكل مؤكد إننا نعبر للجانب الآخر. يلا تعال. لما بلش جبريل يحكي أول كلماته كانت لحظة سحرية. شو هذا؟ خلاص ابعدوا. ابعد. وين رحت أنت؟ جلال. جدار. مطاط. تعال هالمطاطين. هيدك كلك مطاطين. ابعد ابعد. الرين الرين الرين. أبعد. شو. جيش يا با. شو سيهو؟ بيل. أبا. بيل. اشرد. اشرد. نمشي على إيقاعنا الخاص بخطوات صغيرة في الوقت اللي البناء فيه عم يلتهم أراضينا. علينا ابو محمد. غير شو انت رايح تتجوز؟ ايوه وبدك الصراحه يعني اليوم المصيره هاي اللي بتصير في بلدنا احسن من الجيل لسا. ضال بالعين عم بصير رمز من رموز المقاومة الشعبية حول العالم. بنتجاوب مع كل اللي بصير من أحداث سياسية مثل الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 2006. أديب الفيل دائما في الصف الأول من الاحتجاجات. على الأقل هاي المرة مش أنا. What's up? They shoot your camera. Go home, you fucking idiot. Yeah.
هاتسر اسعاف اسعاف خرج الفيل من السجن في نفس اليوم. أديب بيحتاج سنة عشان يستعيد عفيته، لكن هو مستمر. أنا والفيل وأديب نختلف عن بعض. خلال فترة المظاهرات ضد الجدار العازل قدرنا نبني علاقات عميقة كثير بيننا. بشوف من خلال عدسة الكاميرا ثبات أديب وروح فيل الحلوة. الاثنين عندهم طاقة قوية للحياة. فيلهن خوم برضين شنا من خلفهم بارتير يوم يوم كان مطر كان شمس كل يوم يوم بطلعنا على التينة. ليش طيب بطلعنا على التينة؟ لا بطلعنا على التينة والله إن حراد. تحويل الغضب لشيء إيجابي بيحتاج قوة كبيرة. أنا والفيل كالكنين على أديب. محمد ابني الكبير بحب يصورنا بالكاميرا. بنظر لصريا، هي فلسطينية ولكنها كبرت في البرازيل. بتحب تلقط زيتون وتشتغل في الأرض. هذا المطرح بربطنا مع بعض. الأرض مش بس بتطعمنا، الأرض بتوصلنا ببعض. علشان إسرائيل تقدر تحتل أراضي بتستخدم أساليب كثيرة. بعض هذه الأساليب حتى في قوانينهم مش كانونية، مثلا السماح للمستوطنين بينهم يحطوا بيوت متنكلة على أراضي فلسطينية واللي بفرضوها علينا كأمر واقع، فبنحاول نمنعهم يحطوا بيوتهم المتنكلة. تربيت
في النهاية بهاجمونا كلنا. بنفشل نمنع المستوطنين انهم يحطوا بيوتهم على الارض، فاجتنا فكره، ليش ما نحطش احنا كمان بيوتنا المتنكله على أرضنا المسروقة ورا الجدار؟ وش ملوكنا؟ صدق حالك انت ثاني. اقعد خلي يسوى. ايوه نعمل يعني الأرض هاي ممكن يسوى لك ملام تصرف على الكوفة توشيتها معكم على سواقك فوق ملام للشامة ليش هنا مطلع؟ ما طولوش حتى شلوه. فقمنا وجبنا واحد ثاني. لكن هاي المرة بعضنا دخلوا وسكروا على حالهم من جوا. شالوا البيت المتنكل الثاني. بعد البيوت المتنكلة المستوطنين عم بيكملوا بناء الوحدات السكنية، بيستعملوا القانون اللي بيمنع الجيش من تهديم أي بناء اسمنتي متماسك، وبعدين شركات البناء تقدر تدخل على الخط تتكفل الباقي. فقررنا انه نستعمل نفس الطريقة عشان نحمي ارضنا. ضبيع يا ضبيع، جيب النوم في الغرفة الشديدة. نيحة يلا قوم هيجو الجيش. قوم אני עכשיו באתי אליך, שמעתי שם, למה סלמת אותי שם? אתה באת אלינו, אדוני, אני הייתי פה, אתה באת אלינו, אז מה, אני באתי אליך הביתה לצלם אותך? לא אכפת לי, מה באת אלינו? אני מצלם פה, מה אני מפריע לך? כולה פירוש, פעם האחרונה, אם אני רואה את המצלמה הזאת מכוונת אליי, היא הלכה, סבבה? טוב, בסדר. להתראות. ביי. المستوطنين بكرروا ينتقموا منا في الليل. يا
مستوطنين اللي حركوها وهذول اخونا. شو هذا ابو محمد واليهود الزيتون يعني الزيتون شو ذنبه؟ الشجره اللي بتسبح لربها شو ذنبها؟ يولعوها جبل من جواها. صريخ ليش تيل زيب هذا ماشي لنا سو لو 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 لقدير ما قدير زي ليش يعني قلت كيف بدنا نسرح وتجبر ونوجب منها زيتون بدنا نهدك يا الجدار بدنا نهدك يا الجدار بدنا نهدك يا الجدار لا لا للجدار لا لا للجدار لا لا للجدار صديق إسرائيل صاب من وسيلة للدموع. ما قبلت بها فنين؟ إسعاف ياد أخوي الثاني اللي بيعتقلوه هاي قصة ملهاش نهاية خربنا القصة من الأول عشان نحرك الغرفة تجددنا أيوة أنا معجب كيف فيل وأديب بيقدروا يرفعوا معنوياتنا لما نبلش نفقد الأمل البيت خلف الجدار بصير المطرح اللي بنلقي فيه كلنا أنا بتطلع على الفيل وجبريل في إشي بربطهم ببعض إشي أقوى من إني أقدر أشرحه اللي بصير والله بصير هذا يعني شو بدك يا ابو شوف الارض اكل استاذ عمر يعني عمر رجع الجدار قاعدين يرخصوا المستوطنه يرخصوا المستوطنه خلص يعني شل مشاكلنا على الفاضي يعني بقول لك يعني اطلع كل الله لما بنصل المستوطنة بنشوف الضبع أخو الفيل عم يحاول يوقف البناء لوحده
الربع مش شكلك كان كثير. كما تحافظ على ابتسامتك الطفولية. أنا دفعت خيم، أنا دفعت خيم. سلام أستاذ. انا سلام عتوناي مطر لليوت بكل مكان. لحم بوه لحم بوه. في موتي. ما بعيا. انا سلام. انا تلونين عليكم لسيقو. انا سلام. سلام سلام. قوم سلام. مش فاهم انت عصبتي يا جلال. انت صريح لقيت لهم لليختني بوه. نحن لا نسيم كلوم. معلش ما كده اشتغلش الفوكس لفش هذا ليش الأشهر بتمر وجبريل عم بكبر وبصير حساس أكثر للعالم اللي حواليه. بالعين بتستمر بمظاهراتها أسبوع بعد أسبوع. جبريل صار بعمر اللي يسمح لي يفهم يجي يحضر المظاهرة. ما عسيت يعني ما نعسيت. شوف ناس بيعرفهم بتم اعتقالهم بدون ما يفهم ليش. جعفر هو أخوي الثالث اللي بيعتقلوه. سدوا الشبابيك سدوا. وبعدين اجوا من الدنيا وصاروا تحتفوا. وبعدين اجا تشوم من ورا وانا ما خفتش. تشومين خفت قدام سيارة ابوي. وانت ما خفتش منهم؟ ما خفتش في ساعته يخطوك؟ تنفق من السيارة؟ خفتش يا جبريل؟ من ليش انا تشي من فستان ما اعترفت عليك الغاز؟ طيب انت بطل يما؟ لا بطل؟ ما فيا. شوفي هذولا غير المشكل. بشرة جبريل كثير حساسة حتى ليفت الحمام بتعلم على ظهره. بتأمل انه بشرة تخشن بسرعة. خلاص يا ماما. الجيش بيدخل بيتعمق اكثر واكثر داخل البلد بيحاول يمنع الناس من انها تروح على المظاهرات.
صور الكاميرا بتعطيني إحساس بإني نحن بس هذه أوهام. أنا بصور احتفال أخويا خالد، أبوي وأمي بيحاولوا يوقفوا الجبات. بفكر شو لازم أعمل، لازم أكون مقتنع إن مثل هيك لقطات راح يكون لها أهمية. كيت الجيش بيجي في الليل بالأخص للأولاد، هذه طريقتهم عشان يجبرونا نوقف الاحتجاجات. Welcome to the club مالين، Welcome to the club. يلا كارستا خلونا نتفاوض. عشان ناخذ أرضنا. ليش راح الجدار؟ عشان ناخذ أرض ما خذوها الجيش. شلوم احنا وبالاسرائيليين اولاد العم يعني حوت حبيبي انت ليه من بو واحنا ليه الكفار شلانو انا ولا فما شو بس 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 انت
في الجاز جاز 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 إصابة خفيفة. ولا تقعد وريني إن شاء الله. وريني. اسكت يا زلمة ما فيش شيء. إصابة خفيفة أوكي. أوكي. الجيش وزعوا الشير الليلة الله يفتح. روح على روح الجدار يوم الجمعة والصبح وجبوا السيارة المغرب بنحاول المصيرات يوم السبت. هاي الأرض تبي وين هي هون الشير كيف تسهر عندهم. هذا بالعين هذا بالعين أخذ منها تشيل هاد كدش دم تشيل هذا هي أخذنا طيب نعمل شيء جديد. 6 شهور 6 شهور. تردوش هذول اللي معنا الشركة احنا بنعرف شو بنسوي وقتها بدنا نوقف المصيرة بنوقف. هذه المرة دوري بأخذ الكاميرا وببلش أصور عشان أحمي حالي. يا باتش اللي فاني عدتون هاي بمطار ليلة سليم هات اللي هوية الصحافة من جوا ما بايا شدف تغيس أبو دوني أبي وغا شدف أزي حطوم الكام أبا מכריז כי הוא שטח צבאי סגור כמשמעותו בצו. אדם לא נמצא בשטח צבאי סגור חייב לצאת, לצאת ממנו לאלתר, לא ייכנס אדם לשטח סגור ולא יישב בו. סעיף 3, לא יוכל מי שניתן לו היתר, שניתן על ידי מוסמך לכך, על ידי להיכנס לשטח הסגור ולשהות פה והכל על פי התנאים שנקבעו ביותר. לפי פסקה שהיה... אתה כרגע עובר על צו שטח צבאי סגור, אני מבקש לך להפסיק את הסגור. אבל לא, לא אמרת עיתונאי, אסור לי לצלם. יש לך עוד עכשיו, בשטח צבאי סגור, אסור לך לצלם. זה בדיוק מה שאתה אומר, תוריד את המצלמה. אני עיתונאי ואני בבית שלי, ומותר לי לצלם. תוריד את המצלמה, על פי פקודה. זה הכל. תוריד את המצלמה בבקשה. יפה, תוריד לגמרי, תפנה אותה לקיר ותניח אותה שם. תן אותה, תן אותה, תניח אותה כלפי הקיר. مركز الشرطة حككوا معي واتهموني اني بضرب حجار. قضيت في السجن فترة. بعد عدة اسابيع ومساعدة المحامي افرجوا عني مع قرار بالاقامة الجبرية.
أنا لحالي في بيت خارج بالعين. الكاميرا كانت الإشي الوحيد تقريبا اللي أخذته معي. אני פסיכולוג ואני עושה חוות דעת לבית משפט. ככה זה כל הזמן מצלם? לא, כי אני, אתה יודע, אני מצלם כל הזמן. אני מזמן מצלם. הייתי בקהל עכשיו במעצר אחד. כן. חודש. כל פעם אין לי מה לעשות. בא לי לצלם משהו לראות. الطبيعة بتجدد نشاطي. أنا بفكر إنه عندي هدف في هذا العالم بالطريق اللي ماشي فيه حتى لو كان الثمن غالي. مكتوب علي قدري. بعد عدة أسابيع برجع بالعين. ملف تم إغلاقه. حكولي إنهم ضيعوا الأدلة والإثباتات. بسعدني إني ألاقي الناس لسه بتلاقوا مع بعض في المركز. במהלך הפעילות המשפטית נגד הגדר נודעו לנו כל מיני דברים לגבי הגורל של האדמות האלה שאמורות להיות בצד המערבי של הגדר. מה שאנחנו גילינו זה שבעצם כל הבנייה והאישור של התוכנית היו לא חוקיים. הצלחנו להוציא צו של בית משפט שמפסיק את כל הבנייה ואוסר אכלוס של הבתים. نعم تروح أنا نروح على المسيرة. نوعي ما تنزوش يعني يدعي معد حتى نوعي تفاي تشفيش ولي صار فيك. نعم وش نفاي نو برسيسة هاي تفازين دعاتشل واليوم بدنا نقعد مع بعض. اليوم عيد بدناش مسيرة تشفيش للي اللي صار فينا. كان يوم العيد وقعد تشفي التصوير يعني معد. لازم استمر بالتصوير. يا دوبك سامع اشي ما عدا صوت فيل جنبي. كمان لك حتى ما تسمع. يمكن انها تكون كاميرا الثالثة انقذت حياتي. الرصاصة لسه مزروعة فيها كتذكير. قديش الحياة هشة. وينك تروح؟ لازم ألاقي قوة داخلية عشان أقدر أستمر. كل الأشياء المنيحة اللي بنحب نعملها. ربيع قوم. الزمن بمر والناس لسه بتيجي تتظاهر كل يوم جمعة. لكن مع تقدم بناء الجدار باتجاه كرة ثانية
الناس بتحس انه ما في اشي ممكن يوقف الاحتلال من الاستمرار، وبالتالي قررت اني اعمل اشي عشان ارفع معنوياتهم. عرض المشاهد اللي بصورها بسمح للناس بانها تتفرج على اللي بصير مع اخذ مسافة منه. بفكر انه هذا بساهم في خلق حالة تضامن بيننا، بشجعنا على مساندة ودعم كرة ثانية عشان تبدأ وتحتج. الـ2008 صار في كثير كرة في جميع أنحاء الضفة الغربية اللي بتأخذ نضال بالعين كنموذج لشكل جديد من المقاومة. الحكومة الإسرائيلية خايفة إن الاحتجاجات تتحول لانتفاضة ثالثة، والجيش بتعرض لضغوط. قتل واحد في قرية نعلين القريبة، فكنا كلنا رحنا نواسيهم وندعمهم. وسط هالمومعة في نعلين بيعتقلوا الضبع وبطخوه في رجله. الجنود بيستعملوا كميات كبيرة من الغاز والرصاص الحي، حطوا قناصة حوالين البلد. ولد عمره 11 سنة بنقتل في نعلين، القناصين بطخوه جنب بيته. جنازته مباشرة، ولد عمره 17 سنة كمان بنقتل. الإصرار على مثاليات المقاومة اللاعنفية مش إشي بسيط. لما الموت يكون محاصرك من كل ناحية، هاي اللقطات بتذكرني بأشياء قديمة، ذكريات اللي بفضل أخليها بعيدة عن أولادي. الخطر عم بقرب أكثر، بفكر بولادي، بدي أحميهم، بس الاحتلال دائما قادر إنه يفاجئنا. لازم يكونوا رجال جامدين. Thank you.
فيل هو الوحيد اللي لسه متفائل زي اسم الفيل اللي قوته بتكمن بجلده السميك الغليظ، لكن في الحقيقة هو شخص لطيف بعطيك إحساس إنه الأشياء رح تمشي تمام. وبعدها بتجينا الأخبار الحلوة، جهودنا بعززها كرام محكمة إسرائيلية بتفكيك جزء من الجدار الفاصل. افتحوا شوفوا الأخبار، افتحوا شوفوا الأخبار، يا هذا الجدار. بعد سنة من هذه اللحظة السعيدة ما في أي مؤشر على الأرض بالنسبة لتطبيق قرار المحكمة. صرنا 4 ساعات كان معوكينا، 4 ساعات صرنا معوكينا. مش عارف وين أنا، جزء كبير من الأرض تدمر، حاسس إني دايخ، الجدار الفاصل. هذول هم آخر لقطات أخذتهم بكاميرا الرابعة اللي انكسرت. أنا على وشك أموت بدون ما أنا أو أي حدا يدرك. مش قادر أهرب من إحساسي إني عملت حادث بسبب الجدار، لكن اصطدامي فيه يمكن هو اللي أنقذ حياتي، لأن الجنود انجبروا ياخذوني أتعالج في داخل إسرائيل. بعرف إن كل شيء مكتوب، بس في نفس الوقت لو كنت تعالجت في مستشفى فلسطيني كانت حظوظي إني أعيش أقل.
كان في إصابات وجروح في كل مكان من جسمي. أفقد وعي لمدة 20 يوم. لما بصحى بالمستشفى في تل أبيب، إسرائيل كانت بتبلش هجومها الشامل على غزة في نهاية عام 2008. علاجي في هذا المستشفى كان نقطة ببحر بالنسبة للعنف. بعد شهرين رجعت عبالعين بس بدون ما حدا يحتفل فيه، لأن الناس كانت في حداد على غزة. شو يا جبريل؟ اليوم احنا جايين هنا عشان نوري اننا احنا لنا حرية وان احنا بنعرف نلعب. الدكاترة بيحكوا مش حقدر بعد اليوم اشتغل شغل فيه حركة بدنية. بما اني مش مواطن اسرائيلي، فواتير المستشفى كبيرة، لازم الاقي تمويل علشان اكمل علاجي. السلطة الفلسطينية ما بدهاش تاخذ الحادث بعين الاعتبار كجزء من المقاومة. لما الواحد ما بيكونش منسجم مع رمز المقاومة بصف وحيد. في كثير ناس بتستعمل رموز المقاومة عشان ينتفعوا سياسيا، سواء كان الرمز بخص بالعين أو رمز الدولة الفلسطينية. بالعين هالكيت عم تجذب سياسيين من جميع الطيارات. أنا بصور كيف أديب بيطلع من ورا ومتأكد إنه مش حابب اللي بصير، بفضل أكون مع المناضلين الحقيقيين. ركيت أنا يا أبو محمد، ما فيش إلتي مأرض هنا جوا الجدار والله. لا ولا إشي، ما فيش هيك تقدرش تسوي زي هذا. ما يمكن في بنى، البنى على الأرض اللي تبعتنا في بنى. ما فيش زي كل ولا إشي مخلقوه. شو اللي راح عيد؟ يا سلام انت تقولك، بس انا بدي اقول لك شغله واحده، يعني لو متر واحد يرجعوا الجدار انجاز انجاز 100%. ريكو يعني صار لنا 4 سنوات قاعدين بنباطع ومتخلي خلي يرجع طب واحد. بتم السماح لمستوطنين شداد انهم يدخلوا البنايات اللي واقع على الأراضي اللي مفترض إنها مش هترجع، مع إذن من المحكمة الإسرائيلية. ما بلا صدق، مجيئين مبيئين ميتوت مزمونين مزوزة لسين بدلت وככה קוראים את החזקה על הדירה. أنا بتطلع على الفيل وهو بيحضر فوتبول مع الأولاد في البيت خلف الجدار، دائما متمسك بأحلامه إنه يصلح العالم.
لكن الأحلام ممكن تكون خطرة كثير. جبريل عمرها الكيت 4 سنين مثل مقاومة بالعين، والحماية الوحيدة اللي بقدر أقدم له إياها هي إني أخليه يشوف كل إشي، إنه يواجه مشاعره. راح تنضج لما يفهم قديش الحياة ممكن تكون صعبة. من أجل العزة، من أجل أطفال العزة. هذيك الأيام ما كنتش فاهم كيف الموت كان لهاي الدرجة قريب مني. ياسمين تسمع، انت حركة فقط إسرائيلي. وضحت الصورة راكع. لما انكتل فيه دراسي أمبولات 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 فيه فيه في الليل ضبع بعلق صور أخوي الشهيد. كل البلد مصدوم. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. قالوا أجلسنا لنعبد الله وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا حُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَالْقُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا. يمكن بس الأولاد اللي كانوا أصحاب الفيل مثل أولادي لسه مش مصدقين، ودعوه بس راح يأخذ أسابيع على بين ما عواطف الكره والغضب تطلع من جوه. لما حدا بموت الغضب بيكون كبير وكثير، المشاعر بتتفجر في داخلنا، والناس بحسوا حالهم جاهزين للموت بعد. Ay, 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 ay,
שלכם! איפה? אין לקצין שלכם, אין לו לב! תרים את הידיים! אני רוצה למות! ככה! תן לי! אני רוצה למות! תן לי! תן לי! אני רוצה למות! מה יש? אנחנו באינו על האדמה שלנו! מה יש? יבא. طلعت الجيش بالموس وعطهم يابا بحبسوني يابا بطخوني هو بظل الجيش ولا بظل الجيش قديش ليش بتضم عطهم عشان طخوا فيلي بلاش طخوا فيلي شو خص الفيلي في الجيش في الجيش شو خصه يابا كل واحد بيخسر طفولته في مرحلة معينة مثل ضبع اللي خسر ابتسامته الطفولية لكن في الوقت اللي بنمحى فيه كل جزء من طفولتنا اللي بظل هو بس الغضب بفكر في الأطفال اللي مثل ابن جبريل ومثل ابن أديل يوم ما اعتقلوا أبوه وأخذوه على السجن شو راح يعملوا عشان يقدروا يتحملوا كل غضب لا تمشل أنا فترة قصيرة بعثوا لي مذكرة اعتقال شو كان هناك؟ أصدروا أمر باعتقالي يجوا يجي يعتقلوني بالليل وشو بدك تسوي؟ شو بدي أسوي؟ أي ما شفت شو بيصير فينا من ورا هذا التصوير من ورا هذول الشغلات شفت وكم بيجوا كيتوا بيعتقلوا كم جد عماد وهاد بعرفش كيف هذول بفتشروا وكم بياخذوا كم جد شو بدنا نسوي أنا والأولاد عماد؟ شو بتسوي كان بيجوا جد؟ بس انت شفت شو بيصير فيه كمان شفت وبتتعلمش عشان من مرة قلت لك خلص بتشفي التصوير إيمان بتشفي ليش انت بتبطلش إيمان؟ نقعدك ليه بتدعم عند أولادك اشتغل شغل تاني ليش مختم في خشاخ العقدة ليش إيمان؟ وكان بيجوا جد شو بدنا نسوي؟ شو أنا بدي أسوي إيمان؟ والأولاد إذا بطلت أقدر أتحمل صار مرة صار مرتين بقدرش أتحمل مرة تالتة وقف من هالشغلة ما بتشفي خلص خلص بتشفي بتشفي بحول أنا بكيت مريض بس قاعدة وبتشفي التصوير هي ما لا بنساش الواحد من السوق كامل عماد 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 شو بتسوي عماد شو بتسوي شو؟ بشوف اليوم بك انت جيش يا عماد ليش؟ بهدوا في الجدار والله بكموا في الجدار؟ هاي بهدوا في الجدار يعني فيش تير قاس اليوم؟ فيش غاز فيش غاز؟ لأول مرة من 5 سنين؟ خلاص يا جماعة يلا يلا
رصاصة M16 853 متر في الثانية. الرصاصة تدوخ الثلاث أجزاء الثانية لتوصل كامرت. في هاي اللحظة السريعة قبل ما التجربة تصير مجرد ذكرى، كل شي كنت أعرفه راح. مر أكثر من سنة وأديب في السجن. بعد 5 سنين ومع ضغط النضال الشعبي، قرار المحكمة بدأ يأخذ حيز التنفيذ. تم تفكيك الجدار. هذا انتصار صغير للقرية. صاروا بانين جدار اسمنتي ثاني على أراضي القرية. في أراضي رح ترجع لأصحابها، بس بالعين رح تستمر بمقاومة الجدار الشديد. الأجدرة ممكن تنكام، بس الأرض دائما هي اللي بتحمل أثار الجروح. جبريل بتحول من رضيع لولد، هذا معناه إن البراءة بتروح. النضج السريع هذا بضايقني شوي. مبروك عقبال 103 سنين. الشفاء هو التحدي في هذه الحياة. الشفاء هو التزام الضحية الوحيد. انت بتقاوم القهر بالشفاء. بس لما انا جرح كمان وكمان، بنسى هاي الجروح اللي بتتحكم بالحياة. الجروح المنسية ما بتشفى، لهيك أنا بصور عشان أشفى. يلا مر. أنا بعرف إنهم بجوج يدقوا عبابي في أي دقيقة، بس راح أضل أصور. هذا بيساعدني إني أواجه الحياة وأضل عايش. جبريل بتروح البحار؟ ورغضني على البحار. آخر جلسة علاج في تل أبيب، سمح لجبريل وتكي الدين إنهم يجوا معي. جبريل
البحر حلوة.